كلكم عارفين او سمعتوني بتكلم عن الميديكال سبلايز او مستلزمات الطبيه الكتير اللي بعتناها لمصر، بعتنا شحنه طبيه لمصر من مستلزمات طبيه تقريبا 26 باله اتبعتت 40 فوت كونتينر راحت للشرق الاوسط. تفتكر لما طلبت القسيس جيمي وقلت له الشحنه طالعه النهارده لان جالنا الخبر انها هتطلع النهارده، ساب كل حاجه وجه معايا على الوير هاوس وقال انا هقف جنبك وهصلي معاكي، وابتدى يصلي على كل صندوق فيه مستلزمات طبيه ودهنه بالزيت، وكان بيصلي ان كل شخص يتلامس مع المستلزمات الطبية دي يحصل على شفاء إلهي. تعالوا نشوف مع بعض الكليب ده هون ونرجع مرة تانية على الخطوات العملية اللي الكنيسة الصينية بتقوم بيها بصلاة وتشفع لبلادنا. Jesus, we say that this shipment will go fast. Yes. It will go fast. It will go fast. Even in the custom here in the U.S. custom, we have favor. We have favor from the officials, from the agent that come to look at this shipment. They look at, even look at the paperwork. He will have a strong sense of peace in his heart to let this shipment pass fast, quickly. قد ايه المحبه العمليه، زي ما اخر حاجه شفناها ان كاس ماء بارد لا يضيع اجره. كان يوم حر قوي والقسيس جيمي جه علشان يصلي معايا ويقف معايا مع الجروب المتطوعين والفالنتيرز اللي كانوا بيساعدونا في موضوع الميديكال شيبمنت. نشكر ربنا الشحنه وصلت مصر وهي موجوده دلوقتي في اسكندريه، بس لسه محتاجين تصاريح. لو اي حد النهارده عنده علاقات مع السياسات علشان محتاجين ناخد تصريح من مصلحة الجمارك والسياسات، في هيئة أو مجموعة اسمها محتاجين تصريح من السياسات عشان تخرج الشحنة دهيا، لو تعرفوا حد موجود وحد لي يعرف ناس هناك I would really appreciate it if you can call me. لو ممكن تكلمني أو سيب لي نمرتك وأنا هكلمك علشان تساعدنا في موضوع التصريحات دي، يبقى كتر خيركم. وأنت عندك كلمة للشحنة الطبية دي لأنها كانت على قلبك يا أسيس. Yeah, I just want to say if you have a heart for the people of Egypt right now, and or if you're in Egypt right now, pray for the supply that it will go well, and it will go into the hands of people that will bring the greatest blessing to those who are in need. You can also pray for us. You can also support this ministry that we can partner together to bless the people of Egypt. أمين أمين. People of Egypt, people of Syria, people of الأردن، نساعد الناس اللي في البلاد اللي ما عندهمش اللي عندنا. يعني يمكن ربنا حطنا هنا مش عشان إحنا، حطنا هنا عشان نساعد إخواتنا في بلادنا العربية في الوقت الصعب بتاعهم. نساعدهم بالكلمة، نساعدهم بكوباية مية، يعني